مشاهدينا تليتشات، خليكم معنا في برنامجكم احلى الليالي في رمضان، برنامجنا تليتشات، وقلنا لكم بالاسبونسر اوفيسيال هنا كمان راديسون بلو. عندنا كمان معانا هنا الارتيست محمد علي حماده بغلام، والفنان الشاب الفنان التادي ابا صالح. ابا صالح مساء الخير ورمضان كريم لكم انتوا الاثنين. مساء الخير، الله اكرم، مساء النور. نعم. ومساء الخير لكل جمهور التليتشات الواسع، وكذلك ما ننسى الاخ الشاب الظريف. خليكم معنا، ونحن كمان مع الفنان ابا صالح. ابا صالح، نحن كمان دايرين نعرف كمان انت متى بديت الفن بصفتك كمان شاب دهابك، ندور نعرفك متى بديت الفن، بديت تغني كده من متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء انا نقول رمضان كريم لكل مسلمين، نقول رمضان كريم لكل مسلمين عن العالم كله، ورمضان كريم لمسلمين تشاد بصفة خاصة. الحمد لله، أنا بديت نغني من عام 2011. عام 2011؟ هسه اليوم عندك 7 سنة من قاعد تغني. أيوة، أنت اليوم في برنامج أحلى الليالي في رمضان، برنامج هنا تليتشات، ومعنا كمان واحد من الأرتيست غلام. غلام، انت معانا في برنامج رمضان، شنو كمان اللي انتوا قاعدين بتجهزوه في الايامات دي، او شنو من الافلام اللي انتوا قاعدين بدأتوا بها قاعدين تجهزوها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، اما بعد انا الحمد لله قاعدين نجهزوا فيلم يسمى مخبر. مخبر ببليستي اقرا، يمكن كثير من الناس شافوه. نعم. الان قاعد في يوتيوب دعاية اقرا. نعم. ده بدينا قبل 3 سنة، وهسه ماشيين في النهايه، خلاص بعد شهر رمضان ده ان شاء الله نعرضه في سينما نورماندي. مخبر فيلم 3 1 2 3. من وين جايكم الدعم عن الرياليزاسيون الفيلم؟ دعم كامل ما في، والقائد ده كمان من اصحاب، من ناس شخصيات اللي نعرفهم القاعدين معنا في الكارتيه دول. ما نعرف النادم كبس يقوم بالدعم، انا فيلم كبس في شده ما كثير، لكن في بعض الشركات، وشيء انا الدعم نلغوه ده شيء بسيط، يعني شيء ما انسان ما تتخيلك تقول ده بس ناس اسوقوا فيلم ولا كي، واخرين كم جهود حقنا بس مفتشوا قاعدين نسوق الفيلم. ما نعرف يعني نقدر نقول لك دعم كبس نلغوه من شركات كبس ادير كبس نسوقها ما في، لكن فيلم الحصر اللي كان نسوق مخبر ده دعم الكبير ده لقيناه من او تي تي، وقت الاخ هيكل زكريا كوماندان كان وقت القائد دايركتور ده، وقدر يفنانسي علينا مقابل ببليستي انا او تي تي. نعم. طيب، انا شفت افلامك كثيره في التلفزيون التشادي. نرجع هنا كمان للفنان ابا صالح. ابا صالح، انت من بديت قلت تغني عندك 7 سنة، شنو بس اللي انت سويته من البوم ولا شنو سويته؟ والله الحمد لله، انا في 7 سنة غنيت 8 أغنية. ده حقي هلالي. نعم، 8 أغنية في 7 سنة. من الثمانية أغنية دي ممكن نسمع واحدة منهم؟ إن شاء الله تسمعها. أغنية جاتو أنا ممكن نسمعها اليوم مباشرة في التليتشات. تسمع أغنية جديدة. نعم. هي تقول نتكلم بصوت عالي. نتكلم بصوت عالي. مشاهدين، خليكم معنا في برنامجكم احلى الليالي في رمضان، ونحن كمان قاعدين نتكلم نسمع اغنيه من الفنان الشادي، الشاب الشادي ابا صالح، بغنان بعنوان كمان قلت نتكلم بصوت عالي. نتكلم بصوت عالي ان شاء الله، كمان كلنا نتكلم بصوت عالي ان شاء الله. يلا خليكم معنا. أنا نتكلم بصوت عالي، أنا بتكلم لبلدي تشهد الغالي، أنا بتكلم بصوت عالي، بتكلم لداري جهد الغالي، أنا
استمر فرنسا ده من ده المرادي. انا هجي بصوت عالي انا هجي عشان ده رجال الغالي. انا بتكلم بصوت جاد الغالي. والله أنا استمر فرنسا ده من دون مراد. تشاك أم الجميل بريدك زي أمي. جاد أم الجميل بريدك زي أمي. We'll be right back.
بقت بلدي بلدك زي امي. قالوا بعد حب الوالدين كمان بجي حب الوطن. احنا كمان دايما قاعدين نتكلم في برنامجنا احلى الليالي في رمضان، احلى الليالي برنامجنا تلتشات. هنا معي كمان الارتيست محمد علي حماد. محمد علي حماد، احنا كمان قاعدين نتكلموا بالشانجمان دي كومبورتمان. جبريل مدري كواجي انينا عندنا كومباني ارتستيك ميروار سانتاش من بدينا كي شغل القمينا ماشين فوق ده، بس ندورو نغيرو وقود عن الناس. ده بس هدفنا الرئيسي ذاته كده بس. ما في قال نسوي فيلم اللي يمشي في سينما انترناشونال ولا فيستيفال كبار ولا دول اخر ولا لمجتمع اخر. انينا قال نسوي لمجتمعاتنا هنا وكان كتير افريقيا، وده بس الهدف الرئيسي ده ده بس. لكن اليوم كنت فكر ده الارتست كان تشادين، بس اليوم حالنا كان غير كثير ولا الشعوب ده كان حالنا مغير كثير ده اترافير اسا الارتست لسا بفضل الفنانين لسا قاعدين ده بس ولا الناس قاعدين يهاجروهم وما ينتم شرف عديد وما ينتم قيمة عديد وهمم بس. وما نعرف في الدول الاخر الارتست ده عنده شرف كبير كبير كبير. مثلا نقول لك ارتست وادين ده حتى كم مرق من وتيره لا يدخل مكان اخر كله الا بيجري قبل قال يدخل اكيد من 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 محبه من محبه الناس من تفتيش الاخبار عن الصحفيين المعرض منه ما بارد بيجي. نعم اكيد. وما نعرف هيني ده الارتست ما شاء الله ما كلام نقوله الشعب المواطنين ما يريدوا افلام نشاد ولا اغاني نشاد ولا ما مثل ده. انا نعرفه بقوت فيلم اجمل فيلم امريكان يقوت في سينما، ويخطو فيلم تشادي جديد يخطو في سينما اخر. نعرفه 100% التشادي ده بس ناس يمولوا فوق الزياده في البروجكسيون. نعم ده نعرفه 100% ما عندنا شكل يعني اننا اكدنا اكيد اكيد. ولا حد بكان نادي يقول في البسينين ذاتك كيف بيجي ده بكان نادي يقول يمكن ما يلقى، ولكن كان امريكان ولا كيف بيجي ده هابا جابوا اليوم بس جابوا اكثر كبير القى ياخذ بالمليارات كان جابوا فيلم كله الده يدخل وماله الارتيست ده في تشاد ما عنده قيمه. السبب شنو؟ النادم اللي بغير العقول الارتيست الدائما بخدم للدوله وبفكر للدوله وكل حتى الحكومه ذاتها كي مرات اشياء لقاتها خدم فوق ذاتها كي فكر ده ياتو يلقى من الارتيست. نعم. وقاعد في بيته بيشوف شاشه كي بس يلقى فكر من الارتيست ويقوم يمشي خدم فوق في 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 اتوقع الدوله. نعم. كله معناتها نقدر نقول لك بخدم ده بالارتيست. نعم. والنادم ادنى انساني في الـ في الـ في الدوله يعني الارتيست ده سبب ده انا ما عرفته. يعني كان سالتني سؤال انا تغيير العقول وفي كاتر ريبليك وكده. نعم. علينا من زمان من 2000 بدينا جوز كاسا كله ده بس حدا فقينا. نعم. وما لقينا وزير ولا نادم كبير ولا ديريكتور ولا تعالوا انتوا شغل الخدمتور داكم من زمان. علينا تشادين الناس بكوا كلام افلام قال الناس ناس بكوا وغيروا حالات نادونا من كل العالم جايين وجاي يورونا. نعم. يعني يوسف كيف بكون اعمال القانون صوره جاي عنده يعني شيء ايجابي كبير في المجتمع. نعم. لكن ما في وزير ولا نادم كيف جاي يوقف ولا نادم كيف انتم شغل انتم قاعد صوره داكو عديل وداكو تعالوا بطن كان قاعد سو فيلم ولا كده نور الشركه مش الله يقدر يدعمكم. طيب نرجع هنا للفنان عبد صالح. عبد صالح انت كمان شفت الفنانين الارتيست الممثلين في المسرح هم قاعدين ببذلوا جهودهم شويه، وهناك اخواننا الفنانين التاجين بغنوا المغنيين التاجين او الفنانين التاجين هم كلهم بغنوا وعدوا شجاعه ما، لكن ما الفنانين هسه بقوموا ما شالوا الريتم. نقول لك زي نقول لك يوسف حامد ولا الحاج احمد بيكوس ولا جلالي دول ما شالوا الريتم حقهم ده. كل الفنانين دي بقت تغني قاعد تقلد الفنانين عن الشوارع او الفنانات عن الكباريه، البنات اللي بغنوا فوق الشيشه ولا الحاجات دي. انت شنو رايك؟ والله يا جبريل سؤالك ده سؤال جميل. نعم. انا قبل ده في صحافي سالاني نفس السؤال. الفنانين اللي هسه انت ذكرت لي اسمائهم ديل، مثلا يوسف حامد ده ممكن ده اول فنان انا مشيت له بيته قلت له انا داير نغني ده انا شفته بعيني. لكن الحاج احمد بيكوس انا اليوم قاعد في دنيا رمضان فنان الحاج احمد بيكوس من الله خلقاني بعيني كل ما شفته. نعم اكيد اشوف. نعم بس انا عرفتهم كيف؟ عرفتهم باعمالهم اكيد، لان ناس ده هم مسووا كم ما قدموا حاجه قبلتها المجتمع التشادي ولا قبلتها بلدنا تشاد
ما سووا شيء جميل. أنا ما نلقوم نعرفهم لهدي ما يردقهم ذاتا ما يردقهم أكيد طيب. أنا نطلب من الفنانين الشباب الحسة قابوا قموا ده إذا أنت ما تدور توتر نفسك وتدور في المستقبل ناس يعرفوك ويقبلوك، أنت هاول كن مثل الناس الحسة دفعت هم ما فيهم في الدنيا سنين. نعم أكيد. كل يا اليوم ناس قاعد يشوفوا أكيد. أنت ما تجيب أنينا كلام الحسة جيتا تابوا فنانين الشواري وتابوا تابوا تابوا في النهاية كما جاء سألتهم ده يقولوا هم بيدوروا يأكلوا ويشربوا يا تو دارا كيلو شرب لنادم نادم دارا ولا حكومة دارا ولا جمهور التغني له دارا ولا زول دارا عشان ما تاكل وتشرب أكيد. لكن انت سوي شيء جميل حاول فتش الجميل ده سوي وفتش الهناكي وشرب ده كل ما كل يوم بتقول عني انا سوداء عشان يدور عادل بقيت الهادل بقيت ده يكمل. هي أغنية المفضلة جاديين كله جاديين كله برودا داخل وبرا والحمد لله هي أغنية أقول هي بس كونت أبا صالح أغنية هي بس سوت أبا صالح وصف من على الدار أغنية للأخ الشاعر حسن سليمان والحان وآداء كمان أبا صالح هي أغنية سافر تبعيد وخليت بلدي. طيب نسمع سافر تبعيد وخليت بلدي إن شاء الله كمان ترجع بالسلامة إن شاء الله. وتنيمي تن بنجي صار تبعي
ليالي في رمضان نحن نخليكم معنا في تلتشات. معي كمان الفنان أبا صالح. أبا صالح أنت أغنية غنيتها أغنية كمان جميلة، أغنية عجبتني أنا كثير، وأغنية بتكلم كمان بالغربة، وأنا كمان بتمنى لكل الناس هنا الدياسبورا اللي قاعدين عايشين برا من شادة يرجعوا في بلدهم، عشان نحن يعني احنا بس نبني بلدنا. ما في انسان كي بيجي من الكاميرون او بيجي من السودان او بيجي من ليبيا بيجي بكره على السماء او بترنجيلا واحد يقول لنا تجي ابن بلدكم، الا ان احنا بس نبني بلدنا. شنو خلاك كمان تبني تغني الاغنيه دي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا الاغنيه دي انا ما كتبتها، كتبها لي شاعر اسمه حسن سليمان. لكن بصراحه هو وقت الاغنيه دي جابها لي، انا كطالب درست في جامعة هيك شات، وقبل أنا ما نمشي هيك شات أنا قريت في ثانوية الحرية. نعم. بعد من الشباب والطلاب اللي هنا درسنا معهم سوا مروق فاتوا خارج الدور وكان في مروق. طيب قبل ما ندخل ما نمشي في الإجابة كي. نعم. في التاريخ في كلام أنا أبا صالح. أبا صالح. نعم. وكلام ده يعني فكرني فيلم أنا أخينا مندرجي. إذا خد دبي وبكر سوق في باريس. في باريس. مندرجي باريس. وده عايش يعني إكزكت ما شيء هم عايشين هناك ده. جو سفلنا. نعم. أنا وقت اللي شفت يعني الناس هك بس وشغلة من تلمار يلما كي شغلة سهيدة. يعني جد أنت كت كت هسه كي شغلة سهيدة. أكيد. بس أنا أشكرهم. وبما يخص الأخواننا الأصل. أصل تقول الناس مقدمين في الفن وكده. أيوة. بصراحة الناس المشو جورو قوام أنا فن دول مشو جورو في آخر دول آخر جورو ده ريسبونسابل القاعدين ده هم ما يدوروا أن يتقدموا، ما يدوروا ناس ملقاي في بلد يمشي قدام ده ما يدوروا، ويقول لك أنا مشيت قريت أنا جيس بس كل ده سويته وأنا كيكي وأني نسوي أفلام وأفلام اللي نسوي قاعد أجيبوا الناس وقاعد يعالج قضايا وهم ما قاعد يسوي شيء ما ونسوي شغل ما قاعد يسدوا لنا دريب. والله ايوه تخليها ثمانيه دي انا ما دلي همات شغل كي انا جادي وقاعد في الدوله كي شغل نخاف ما في الناس الاصل ريسبونسابل الا بعد منهم. نعم. نادي مشيت قريت جده فايده اللي انت قريت ده تجيب لي فايده هناك مثلا انت سيرتن الناس نقدر نادي معلمين كادر دول الناس تقول كيف ما شاء الله يعني مش قرر جو نانين عليهم تسوي لك نادي كريال يا تو انا اسوسيسيون يا تو يعني جروب انا واتساب سمينا سينتا سينما تشاد وكلنا قاعدين ومرات نمر دول وقامنا فردا خلاص يعني في دوبر قاعد نلقوا يا رد يلقى مرات افلامكو التعليم يعني انا ولا وما كان حد فوق. نعم. يعني بيجي لنا هلو اما سيرتنا تودي فيلم ده كنت تاخذ كي 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 وقت تم تودي راه شيء فيلم لا ولا جي في ايماج لا الور كي شيء 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 اللي هو بيصير شيء شيء بكر بيزيد ما في ولا اكلراج ولا صون ولا 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 تم ولا شغل كان هو بفوت فوق ما في بيخو ما ماشي سوا جرى وبيجي بكريتيك هناك ده يقول ده نو سا 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 سي با بروفيسيونيل سا طيب انا كمان دايما البروفيسيونيل نال مرتي كل حبا انا تقريبا 20 سنه كان قدم فوق ما تم نادي من تمشيت قريت جيت بس ما سويت قاعده تزاي شنو افلامنا نعرفه كل العالم قاعد يحبه وين السوبرتر جادين اخواننا يحبون ويحبونا كل مكان يحبونا خليه يساعدونا عشان فن هنا كان يمشي قدام ما نعرفه انت بس تجي تحسد وتسد الدرب للناس الاخرين ده شغل لما ينفع فن هنا ما يمشي قدام. نعم. ده كلام ده يعني كلام انا كان اجي كل الجمهور الواسع هنا كان ده كل والعالم كله بسمه خليه يساعدونا عشان نمشي قدام اما انت قاعده فلان ده كان سوى شغل سمي ده يفوتني انا وانا قريت وانا كيكي حتى بعض المؤسسات يعني هم عندهم قرص كي انتم قرص دي بلوكليم انتم قرص كثير كلام يفنانسيل هو مادة ما يفنانسي يسدو داري بلنادم ده تم يتودي اتو لك في شغل ولا كيكي يقول لك لا وخلاص وهو قرص ده يبلوكيك بس مالا فان ده عنينا شغل كان صورة مليون ناس قاعدين يقالوا اقولهم قاعد قاعدين نادم زمان دواس يدو اسا خلاص دواس الزمان بمشي بسري كثير من الناس البشر الترامول البشر الترامول كثير من اترافير فنانين لسه قاعد تشوفهم ده ما ناس لسه قاعدين جاي مصر ده اكيد دونك انا ندوره كلام على كسكنا جرا بريزيدان دي ريبوبليك ادريس ديبي اتنو كل نادم كان جاما جاي حاجه بوسمرا خلي يساعد الارتست خلي يساعد الارتست عشان الدوله ده يمشي قدام. نعم. وكلام ده يعني في اميشن اخر كله يمكن باسي ناس حاجه فوق في ميم اميشن بس يمكن ناس حاجه فوق دونك يعني اقول انا ناس زناد غير الا الفنان اترافير الارتست. نعم. وفنان ده نادم غالي يعني ناس قاعدين ما نلاقوا بشرف حقنا ونادم راسك راقد في بيت ويشيب افلام يشيب الشاشه وكده
خلي ما يشيب نفسه يفوتنا أنينا. أكيد. عندنا أسرة، عندنا أوين، عندنا عيال، والناس يرسبكتي أنينا، وأنينا ناس ريسبونسابل. نقدر نسوي خدمة لازم نقعد في بيرونا ميزور أنينا كل نسوي. خلي سعودنا شلفنا نشاد يمشي كده. شكرا. شكرا. نرجع هنا كمان للفنان عبد صالح. عبد صالح يعني هنا كمان نسمع منك آخر أغنية. آخر أغنية ممكن أنت تسمعنا لها شنو؟ أنا نختم بها البرنامج هذا. آخر أغنية أنا ما داير نغني من أغاني، ودار ندي رسالة في برنامج أحلى أحلى الليالي. أحلى الليالي. أحلى الليالي في رمضان. خليكم معنا والفنان عبد صالح. عبد صالح غني لنا يا دشات، أغنية من الفنان الراحل محمد أحمد جلالي. Oh,
ربنا يغفر له ويرحم بالجنة. والفنان الراحل محمد أحمد جلالي أغنية كمان جميلة غناها لنا الفنان الشاب عبا الصالح. وبدا خلاص يختم برنامجنا. أنا اليوم برنامجنا قلنا لكم أحلى الليالي أحلى الليالي في رمضان. برنامج كمان جايين قلنا لكم برنامج أنا تلتشات لكن بدعم هناك من راديسون بلو. بدعني كمان وعدوكم لبرنامجكم. أنا أم باكر نقول لكم باي باي مع السلامة. We'll be right back.